من هو صائب عريقات؟ توفي الدكتور صائب عريقات، أمين سير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مما تسبب في تدهور حالته الصحية ونقل على إثرها إلى مستشفى هداسة عين كرم لتلقي العلاج، إلا أنه توفي ظهر الثلاثاء 20 نوفمبر 2020. فمن هو صائب عريقات؟ هو صائب محمد صالح عريقات، ولد في 28 من أبريل سنة 1955 في أبو ديس. هو سياسي فلسطيني يعرف بكبير المفاوضين الفلسطينيين منذ سنة 1996 لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وشغل أخيرا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. حياته الشخصية: ولد يوم 28 من أبريل سنة 1955 في بلدة أبو ديس بمحافظة القدس عندما كانت تحت الإدارة الأردنية، وهو السادس من بين 7 إخوة وأخوات. أقام والده فترة طويلة في الولايات المتحدة بصفته رجل أعمال. سافر وهو في سن 17 إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ثم حصل على الشهادة الجامعية من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية وجامعة برادفورد البريطانية، التي حصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السلام. وبعد نيله درجة الدكتوراه حصل على الجنسية الأمريكية، ثم عمل محاضرا للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، كبرى الجامعات الفلسطينية وأعرقها. كما عمل صحفيا في جريدة القدس الفلسطينية لمدة 12 عاما. عريقات أول وزير للحكم المحلي في أول حكومة تشكلها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس ياسر عرفات. كان عريقات نائبا لرئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد سنة 1991، وما تلاه من مباحثات في واشنطن خلال سنتي 1992 و1993، وعين رئيسا للوفد الفلسطيني المفاوض سنة 1994. في سنة 1995 أضحى كبير المفاوضين الفلسطينيين وانتخب للمجلس التشريعي الفلسطيني ممثلا عن أريحة سنة 1996. كان أحد الموالين المقربين من ياسر عرفات إبان اجتماعات كامب ديفيد سنة 2000 والمفاوضات التي أعقبتها في طابة سنة 2001، واحتفظ بمقعده في المجلس التشريعي بالانتخابات البرلمانية في 2006 التي كسبتها حركة حماس، ولم تستطع الحركة منافسته في أريحة. وفي سنة 2009 انتخب عضوا باللجنة المركزية في حركة فتح، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة، ثم اختير بالتوافق في نهاية 2009 عضوا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. في 9 من أكتوبر 2020 أعلن عن إصابته بمرض فيروس كورونا. وفي 18 من أكتوبر 2020 نقل إلى مستشفى هداسة عين كرم الإسرائيلي في القدس لتلقي العلاج. خضع عريقات في سنة 2017 لعملية زراعة رئة. حياته الصحية: في 2012 تعرض عريقات لنوبة قلبية، وفي 2017 خضع لعملية زراعة رئة بعد معاناة من التليف الرئوي. وفي 18 أكتوبر 2020 نقل صائب عريقات من بيته في أريحة إلى مستشفى هداسة عين كرم الإسرائيلي بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا. وأعلن عريقات في بداية أكتوبر أنه يعاني من أعراض صعبة جراء إصابته بفيروس بسبب ضعف حالته الصحية الناجمة عن نقص مناعته نتيجة قيامه بعملية زراعة رئة. وآنذاك أعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات بفيروس كورونا، وأعلنت عن اعتذارها عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام. كتاب الحياة مفاوضات هو كتاب أكاديمي من تأليف صائب عريقات، خصصه بالأساس لطلبة الجامعات والمهتمين بمجال المفاوضات، وسيكون ريعه لطلبة جامعة النجاح الوطنية التي صدر عنها.
منوها إلى أنه يتمنى أن يسد إصداره الجديد من بعض الثغرات في مجال المفاوضات، ووضع أدوات لتحليل الصراع ومجموعة تطبيقات لتطوير مهارات التفاوض والحل وتحديد دور صناع القرار في كيفية إدارة الصراع. وقال عريقات في تصريح صحفي إن الكتاب مقدمة لعلم المفاوضات ويخصص للمفاوضات كعلم بذاته واستغرق مدة 3 سنوات لكتابته. يقول عريقات في كتابه إن الحروب تعددت أسبابها ولكن المصالح تبقى أساس أي صراع، وأن الصراع سببه الشعور بأن مصالح الأمة في الحرية والأمن في خطر، وأن الموارد مهددة، وإذا كانت الصراعات حتمية فإن المفاوضات حتمية. وخصص عريقات ريع الكتاب لمساعدة الطلبة المحتاجين في جامعتي النجاح الفلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والتي عمل فيها أستاذا للعلوم السياسية منذ العام 1979 وحتى 1991، ولا زال حتى الآن فيها ولكنه في إجازة بدون راتب نظرا لتفرغه للعمل التفاوضي مع إسرائيل. الكتاب يشكل جهدا مميزا ويقدم إضافة إلى المعرفة في موضوع التفاوض ويخدم مجال العديد من التخصصات العلمية. والكتاب يجب أن ينشر لأنه أصيل وقد عرضت فيه الأفكار بطريقة جادة وأسلوب مشوق وبرزت فيه الممارسات العملية والانطباعات الشخصية للكاتب. هو تجربة ريادية مفيدة وعميقة وتسد فراغا في المكتبة الدبلوماسية العربية، وأنت تقرأ الكتاب تشعر أن الكاتب جمع بين الأصالة والمعاصرة وأنه امتد عموديا في عمق التاريخ العربي الإسلامي وأنه توسع أفقيا في الوقت الحاضر، فكان بحق ناجحا إلى أبعد الحدود. لم يعتمد الكاتب إلا الأسلوب العلمي وقام بتحليل الوقائع لوقائع موجودة أمامه، إنها بحق تجربة كان لابد من أن تدون. الأمر الصعب هو إحداث التوازن بين النظري والعملي، لكن الكاتب وبحدق بالغ جمع ونجح نجاحا كبيرا ليوصلنا إلى النتائج العلمية. الكاتب من الناحية النظرية والأكاديمية ومن دون غرور استطاع أن يقدم لنا جهدا فريدا ومميزا في إضافة علمية جديدة، فكان الإلهام العلمي واضحا ومميز، وقد غطى الكاتب هذه الجوانب العملية ما يعطيه فائدة كبيرة. في 9 من أكتوبر 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا، نقل إلى المستشفى كما قلنا إلى أن توفي بعدها. يعد عريقات أحد أبرز القيادات الفلسطينية وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، وعرف بقربه من الزعيم الراحل ياسر عرفات.